للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء هشام، أهلا بحضرتك. وبعد التحية، يعني تحتفل مصر اليوم بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، كيف يعني تحتفل بهذا اليوم سيادة اللواء؟ والله احتفالنا بهذا اليوم ان احنا بنسترجع ذكرى، يعني الحقيقه اهم اللي انا يعني عايز اخده منها للاجيال الموجوده، ان احنا كنا بنواجه تحديات وتهديدات ضخمه جدا بامكانيات بسيطه وسلاح كان متقدم، والنقطه دي يعني خلتنا نقدر نبتكر حلول غير تقليديه لمشاكل عملياتيه بالغه التعقيد، ونعمل نصر بتدرس في الأكاديميات العسكرية الكبرى في العالم. وده الحقيقة النقطة اللي أنا عايز أنقلها، إن لما تلاقي نقص في الإمكانيات وتهديدات وتحديات كبيرة، الكلام ده حافز للإبداع مش مبرر للفشل، والمصريين عملوها في 73 وأبهروا العالم. فخلي بال حضراتكم إن التهديدات والتحديات ما بتخلص، ودي طبيعة الحياة، فدايما دور على حلول غير تقليدية للمشاكل بالغة التعقيد، هتلاقيها وهتنجح إن شاء الله. نعم سيادة اللواء، يعني من أهم سمات حرب أكتوبر استخدام فكرة الخداع الاستراتيجي، كيف يعني تم النجاح في هذا الفكر، رغم طبعا يعني العالم يعني نقدر نقول هو قرية صغيرة، كل شيء معروف؟ صحيح، المفاجأة هي أحد أهم مبادئ الحرب، وكان الحقيقة القوات المسلحة بتخطط بأسلوب علمي عسكري محترف، وعشان تطبق هذا المبدأ، مبدأ المفاجأة، كان في خطة خداع محترفة. أولا كان خداع متعدد المجالات، كان خداع عسكري طبعا، خداع سياسي، اقتصادي، إن احنا اقتصادنا ضعيف، سياسي إن احنا مش هنقدر خلاص نحارب، وفي استرخاء تماما، والعالم كله كان الحقيقة ساعدنا على كده، إن هو قال ما فيش تحرك مصري ومصر ضعيفة اجتماعي. فكان الخداع متعدد المجالات، وده خلى العدو فعلا يقتنع ان مصر مش هتقوم تاني، لان خلي بال حضرتك احنا كنا بنواجه عدو عنده مخابرات نشطة بيحلل كل صغيرة وكبيرة. الخداع ايضا كان متعدد المجالات زي ما قلت، وكان متعدد المستويات، من المستوى الاستراتيجي للدولة بالكامل وتحرك كل اجهزتها الى المستويات التنفيذية الصغيرة. الخطة دي في مجملها كانت خطة محكمة، والحقيقة برع فيها المصريين كقيادات على اختلاف مستوياتهم، وده حقق مبدأ مهم ومبدأ المفاجأة اللي أدت إلى نصر أكتوبر الحمد لله. نعم، لكن هنا يعني في معضلة سيادة اللواء، وهو يعني كيف نحافظ على الروح المعنوية للجنود وللضباط في يعني في ظل هذا الخداع السياسي الذي يعني كان يعني موجود بوضوح على الساحة يعني في هذه الأيام. الروح المعنوية بترتفع لما الجندي بيتدرب تدريب عالي وراقي، وضمن منظومة التدريب مع كل الأسلحة المختلفة، لأنها معركة أسلحة مشتركة، وده اللي بيخلي الجندي مع التدريب يحس إن عنده قدرة عالية جدا إنه يستخدم سلاحه في تنفيذ المهمة. التدريب هو اللي بيرفع المعنويات، والقوات المسلحة المصرية الحقيقة يعني التدريب هو المهمة الأساسية في السلم، عشان كده كان المقاتلين بسلاح دفاعي أقل بكثير من القوات المسلحة الإسرائيلية قدروا يحققوا، وبتدرس على فكرة في الأكاديميات العسكرية أنها الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في إمكانياتها وتسليحها، حققت أهدافها بالكامل. نعم. على قوات مسلحة أعلى منها في الإمكانيات. شكرا جزيلا لحضرتك السيد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.